البداية أنا أشوف العزلة، خلنا نعرف العزلة، هو أنك تعتزل مجموعة معينة أو أفكار معينة أو عادات معينة أو أشخاص معينين أو أي إلى آخره. العزلة أنك تبتعد. الإنسان الابتعاد أيا كان طريقة الابتعاد وما مدى هذا الابتعاد، أنا أشوف الإنسان أنه يحتاج إلى العزلة من فترة إلى أخرى. حتى المفكر عبد الوهاب المسيري يقول ويسمي العزلة بالانغلاق النسبي. انغلاق نسبي يعني هناك لابد يكون في نسبة أنك تبتعد عن الناس. أحيانا تحتاج أنك تبتعد عن الناس، عن الأصدقاء، عن عائلتك، أسرتك، لأني أرى أنها نوع من إعادة ترميم واستجلاب طاقة، فضلا عن بعض الناس شخصيته كذا يحب أن يعتزل أكثر من أنه يختار. إذا قرينا أن الإنسان اجتماعي بطبعه ومرتبط بالآخرين بدوائر مختلفة ومتنوعة، الدائرة الأولى دائرة الأقارب، ثم دائرة الأصدقاء والمعارف، ثم دائرة الوطن، ثم دائرة الأوطان والبلاد وتنوعها واختلافها وأصدقائك في كل مكان، هذه دوائر مختلفة وكل دائرة لها حجمها الشرعي ولها حجمها العادات فيها والتقاليد وارتباطك فيها. إذا وضعنا في المقابل لها أن هناك في جانب اسمه عزلة، في انعزال عن الناس، هذا الانعزال هو لا نتكلم عنه الآن من مرض نفسي، يعني الناس اللي عندهم أمراض نفسية وكذا ومنعزلين هذا ما نتكلم عنهم، هذا لازم يذهب إلى طبيب نفسي. بسم الله عليك يا أستاذ فايز. ها لا أنا ما يطلع للناس ومقفل غرفته ولا يلتقي مع أحد، حتى أهله في البيت ولا يأكل ولا يشرب معهم، هذا لازم نقول هو سليم وهم سليم كمرض من الأمراض النفسية الموجودة. هذا ليس حديثنا اليوم، ولأن فيه تصنيف لها أمراض نفسية ومعينة ما لنا علاقة فيها ولها مختصين. لكن اليوم أنت تقول لك لا والله يا أخي أنا أريد أن أعالج نفسي. لما قال الإنسان اجتماعي بطبعه، بس قال لك ترى في المقابل لا تكثر، لا تبالغ، لا تكثر من المجالسة، لأن كثرة المخالطة تمرض نفسك وتقسي قلبك، ويتبعها كثرة الأكل ترى والشرب والطعام، بضاعة الوقت يمكن فيها شوي أعوذ بالله غيبة وشوي حسد وشوي نميمة وكلام فاضي وكلام في ظهر الآخرين، ما يخلو فيها من كثرة المخالطة، أو أنه كثرة المخالطة اليومية رايح مع الناس وجالس مع الناس. يا أخي ما جيت أسمع نفسك يا أخي، تتأمل فيها وتشوف وضعك وتروق وتركز وتشوف الصح والغلط، أنك منهبك مع الآخرين حتى لو كانوا أهلك وقاربك وأصدقائك وغيرهم، فلازم تهدى شوي، تنعزل حبتين شوي، تأخذ ثمرات هذا الانعزال. الانعزال لا يعني أيام، يمكن في يومك كله منعزل ساعة ساعتين، أو في الأسبوع منعزل يوم يومين، أو في الشهر منعزل وقت وهكذا. وكذلك حتى كمفهوم، مفهوم هو في الشريعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل الناس ويتعبد في الغار، فهو مدعاة للتأمل ومحاسبة النفس، وهذا ما حث عليه الشارع. الصلاة بحد ذاتها لوحدها هي انعزال بينك وبين الله عزيز. بين الله جل وعلا. وكذلك ثقافة الاعتكاف، انعزال عن الناس حتى ومخالطتهم تتضرر أكثر للعبادة. صحيح. لذلك أهمية الانعزال، خلنا نقول عشان ما نضيق واسع، أنها تختلف من شخص إلى آخر، ومقدارها يختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس سبحان الله شخصيته أكثر يتعب، يجد هو ترى ما هو مريض أو نفسية أو ما يحب الناس، لا هو شخصيته أنه ما يحب يخالط الناس، يحب يخالطهم بمقدار مثلا 20% من يومه. بعض الناس الله معطي نفس إلى 40%، بعضهم 60%، بعضهم 90%، حياته كلها مع الناس ومع الآخرين، أخذ وعطاء، ولا يجد معنى للحياة إلا بالطريقة هذه. ولكن ترى في ناس آخرين ترى ما هو للأسف البعض يظن انه مريض، اذا بعض حتى اولياء الامور يتعامل مع ابنائه على انه مريض، يسحبه دفه طلعه. يا اخي يمكن طبيعه شخصيته كذا، هو ما يحب يجلس، يحب مثلا يخلو بنفسه، يتابع له شيء، يقرا له شيء، يسلي نفسه بنفسه، هو ما يرى سعادته مع الاخرين، هذا ما هو مريض. صحيح. وهذا من انواع الذكاءات، يعني في ذكاء اسمه بين الاشخاص، هذا الذكاء بعضهم يسميه اجتماعي، هو ذكاء بين الاشخاص اكثر
دقة في المصطلح. هذا الذكاء بين الأشخاص هو الذي يفكر دائما مع الآخرين، يحب يعمل مع الآخرين. وبعض الناس ما عنده هذا الذكاء، ليس عالي وليس نقصا فيه، عنده ذكاءات أخرى، ذكاء لفظي، ذكاء بحثي، ذكاء مدري إيه، فهو يحب يجلس يتأمل، يحب كذا، وهذا مو خطأ. في بعض الوظائف يا أخي، وظيفة اللي أنا علاقات عامة، فهذه الوظيفة مرتبطة بإيش؟ ذكاءات اللي مع الناس، ذكاء بين أشخاص. طيب واحد عنده آي تي ولا حاسب آلي، هذا مرتبط مع آلة وجهاز، فهذا إيش؟ لو جو أربعة خمسة يغوصون معه في هذا العمل، يسووا فيه أفسدوه وخربوه، ولا ينجز ولا يعمل ولا يحقق أهداف.